الله على اليمين واطلع على ميدان المعركة، ما فكر كل شيء، يعني احنا طالعين نقاتل للاستشهاد. اللي شايل قاذفة واللي شايل بكيسي واللي قناص واللي رمان، يعني احنا موجودين مجموعات. كانت امي لم تخرج معنا، قالت اني انتوا اذهبوا انا لن اخرج من بيتي، اموت انا وانا هذا بيتي. ممنوع واحد امريكي او سيارات الامريكية كلها يفوت بشارع حي ينضرب. لو اطلع الامريكان من بلد لو استشهد في سبيل الله والوطن. الغزو الامريكي للعراق او احتلال العراق او حرب تحرير العراق، هذه بعض من الاسماء الكثيره التي استعملت لوصف العمليات العسكريه التي وقعت في العراق عام 2003 والتي ادت الى احتلال الولايات المتحده الامريكيه للعراق عسكريا. وانتهت الحرب بسيطره الولايات المتحده على بغداد، الا ان بعض المناطق كشارع حيفا ظلت ساحة معركة أثقلت كاهل الأمريكيين. البداية كانت سنة 2003 عند دخول الأمريكان إلى بغداد. في بداية الأمر كان دخول الأمريكان للعراق بالذات لبغداد لغرض التحرير، فأغلب الشعب العراقي رحبوا بهذه القوات، لكن بعد المؤتمر الصحفي اللي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أعلن فيه احتلال العراق وليس تحرير، اختلفت الوضعية في هذا الوقت. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. أول عملية حثت لضرب القوات الأمريكية من قبل المقاومة العراقية في ذلك الوقت هي بشهر 11/2003 عندما دخلت القوات الأمريكية إلى شارع حيفا وبالذات إلى منطقة الشيخ معروف. إحنا كنا قاعدين بالمنطقة موجودين، فجانا تبليغ يعني إنه نتحرك على شارع حيفا. طلعنا شارع حيفا، الرتب الأمريكي جاء، اللي شايل قاذفة واللي شايل بكيسي واللي قناص واللي رمان، يعني احنا موجودين مجموعات. سمعناهم قالوا دخلوا عن طريق الصالحية. زين، وين الحكم المحلي بناية ودزات العدل القديمة؟ أول ما طبوا من هناك فبدأوا يدبون هذا العنقودي مع عنقودي، وبدأت العوائل يعني صار عندهم فد خوف كلش شديد. فتلقينا خبر يعني دخول القوات الأمريكية لاحتلال بغداد واحتلال مناطق أخرى من العراق. فتعرفت كل عراقي شريف وكل وطني شريف يعني ما يقبل أن المحتل يحتل بلده. يعني أنا كصاحب أطفال وعائلة عندي وأمي وأخوتي وأولادي، فديك الساعة ديك الساعة ما عرفنا يعني شو نسوي. يعني أخذت أهلي، يعني أخذت أهلي وانتقلت بهم إلى محافظة ديالى، ومن بعدها رجعت إلى بيتي لأن كانت أمي لم تخرج معنا. قالت أني أنتوا اذهبوا أنا لن أخرج من بيتي، أموت أني وأني هذا بيتي. تحملنا ما تحملنا من مصاعب من اقتحامات ومن مداهمات من الأمريكان. طلعت اعتياد، طلعوا شباب مقاومة قاموا الأمريكان، ودخلت قوات شباب عربية لمقاومة هؤلاء الأمريكان، وقامت المنطقة من شبابها الذين كانوا يقاومون الاحتلال الأمريكي وخروجهم عن مناطقهم بقتال وشجاعة وبسالة، واعتبروهم هذول المجاهدين احنا نقول عليهم الشرفاء. هبوا عليهم ضربوهم، قام يضربونه بالهاونات ويضربونه بالمدفعية، قام يضربون النساء وأطفال وشيوخ بالمنطقة. وكان دفاع، دفاع عن عرضه، دفاع عن منطقته، دفاع عن شرفه، دفاع عن ماله.
كان الأمريكان ما يعرف، يعني ما يعرف هذا الطفل، هذا رجل كبير، هذا امرأة. في 11 من سبتمبر من عام 2004 وقعت معركة شرسة بين القوات الأمريكية والمقاومة العراقية، أوقعت العشرات من القتلى في صفوف الطرفين، واستمرت أكثر من 8 ساعات، مما أجبر القوات الأمريكية على دفع تعزيزات إلى ساحة المعركة. والله بالنسبة لنا احنا كنا مجموعة بالمنطقة، داخل المنطقة، جمعنا واتفقنا على رأي واحد، نقاتل الأمريكان ونطلعهم من البلد. البداية الاشتباكات مع الأمريكان كانت صعبة، لأن احنا ما قاتلين حرب شوارع ولا هاي. فجانا أمر من الأعلى من عندنا شلون نقاتلهم وشلون نطلع لهم وشلون نتخبي وشلون نلقي نفسنا الأمريكان، شلون نقتلهم وننسحب. احنا كل واحد عندنا يعني كل مجموعة واحد، وكل واحد عليها مسؤول مجموعة. مسؤول المجموعة احنا نصيح للحجي، مسؤول المجموعة هو يبلغنا ويعطينا كل واحد العمل اللي يسويه. بالنسبة للقيادين الكبار ما نشوفهم احنا ولا عاي، عندنا الأمراء مالتنا هم يتصلون بهم ويجيبون المعلومات شلون نقاتل وشلون داخل المنطقة. تجمع مالنا والاتفاق شلون نطلع بأي ساعة بأي دقيقة، نطلع الشارع حيفا نقاتلهم ونمنعهم يدخلون شارع حيفا. المنطقة يعرفون احنا المجاهدين اللي يقاتل الأمريكان، بس بيناتنا الجماعة أو المجموعة هاي الألغاز، المجموعة فلان، مجموعة فلان، جماعة فلان، حتى ما حد يعرفنا. والصراحة احنا من نشوف مدنيين ما نطلع نقاتل ولا أبدا نهائي. والله لحظات الخوف يعني بهيج مواقف ما كنا نفكر بخوف، لأن احنا كنا متوقعين كل شيء يصير عندنا، فمن كنا نفكر بخوف أو أي تردد يعني ولا خوف. لو أطلع الأمريكان من بلد لو استشهد في سبيل الله والوطن. وقتها نزلوا الأمريكان نفسهم خايفين مرعوبين، دخلوا مناطق شعبية، مناطق كانت أكثرها خادمين جيش، يعرفون القتال الحرب الشوارع، يعرفون القتال، يعرفون العدو ما يصدون للعدو، فكانوا يقاتلون بسهالة. خاصة الشعب العراقي والشباب العراقيين كانوا خايفين منهم إلى درجة اللي هم بالدرع وما يطلعون راسهم من البرج نهائي خافون. والله يعني بوقتها بوقت عرف كان صار خصب شارع حيفا، صار التفجيرات كثيرة، صار القتال كثير، صار اطلاق نار، يعني حتى قامت دبابات قامت تضرب قنابل صوتية. فاحنا يعني قلت لك قاعدين ببيتنا كل امان وكل صبر، ان اللي يصير بينا اللي صار بالعراق حيصير بينا. المقاومة الشريفة اكررها مرتين ثلاثة حتى لا يقولون غير مقاومة، المقاومة الشريفة اللي دافعت عن منطقة ساعدناها احنا والتزمناها احنا الموجودين الشيوخ والنساء الكبار، ساعدوهم بالأكل وبالطعام وبالماء وجاءوا جاهدوا عن المنطقة. كانوا الشباب اللي كانوا يعملوا معارك في هذه المنطقة من كانوا ينسحبون لهاي المناطق الشعبية لكثرة الأزقة فيها. الأزقة اللي كانت فيها هاي المناطق الشعبية كانت أزقة ضيقة، فكانوا من يطبون المقاتلين لهذه المناطق، بعض الأهالي اللي كانوا ساكنين بهذه المناطق كانوا يساعدون المقاومين من خلال انه يخبروهم عندهم او ينطوهم ماي، ينطوهم اكل، يساعدوهم يعني بامور معنويه اكثر مما هي معلوماتيه. يسهلون امرنا يساعدونا، وكانوا حتى من الضائق يعني ننحصر يضمونا ببيوتهم يختلونا. ساعدوهم النساء والاطفال والشيوخ، الكل ساعدتهم، واي شريف يساعدهم. ليش؟ لان يدافع على وطنك ويدافع على عرضك وعلى شرفك. ليقاتل امريكي، ما ليقاتل لا مسلم ولا ليقاتل اي واحد. اكثر العوائل تخاف، يعني اكثر العوائل من يقول لك احنا نخاف يعني ان نسكن يعني مجاهدين او نحتويهم او نقويهم، كانوا يخافون يعني يعتقلون من قبل الامريكان، لانه كانت تصير مداهمات عشوائيه. فكانوا يعني من الامريكان من يدخلون بشيء مرعب، عندك شيء ما عندك شيء، من يطبون على البيوت اي شاب يشيله، اي شاب كان موجود بالبيت ياخذه.
تمكنت القوات الأمريكية في ظل المداهمات والاعتقالات من تجنيد بعض سكان المنطقة لمراقبة المقاومين والتجسس عليهم ونقل المعلومات حول تحركاتهم. شنو اللي أكو مصادر صارت بالمنطقة يبلغون علينا وين التجمع مالنا بيا مكان بيا هاي. احنا بذاك الوقت نفكر بأي لحظة بأي دقيقة يدخلون علينا الأمريكان يعتقلونا. شو نقول بمعنى الكلمة انه جواسيس يعني يبلغون يكتبون علينا وإحنا بس أكو بيهم قتلوا أكو بيهم لا لزموا لحد الآن ما حد يدري بيهمون. أهم لحظة مرت علي في شارع حيفا وبالذات في منطقة ساحة الطلاية، كنت أصور شارع حيفا الناس المارة الناس اللي ماشية. ففترة الأمريكي في هذه الفترة مع جيش عراقي فاتر رتل ترصدوا للمقاومة، ضربوا بالشارع نفسه وضربوا سيارات اثنين للجيش العراقي. الجثث مال الأمريكان ومال العراقيين ظلت في منطقة ساحة الطلايع بالذات. أنا في وقتها كنت خاتل يعني في منطقة ضيقة نطلع بس الكاميرا، لأن صراحة في وقتها لما صار الاشتباك القناص ترصدني من كنت أطلع الكاميرا، فكنت ما أقدر أطلع جسمي كلي تاميلة، كان بس الكاميرا أقدر أطلعها وأشاهد بالشاشة الالسيدي. تقريبا ظلت الجثث في هذه المنطقة حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. بعدها إجرت الأمريكي من جهة باب المعظم، من جهة الجسر باب المعظم، عبرت المدرعات. صراحة هنا تفاجأت يعني مفاجأة كلش قوية. يعني تخيلوا أنه المدرعات هذه دخلت على الشارع داست على الجثث الجيش العراقي وحملت جثث الأمريكان خلتها بالمدرعات وراحت. فهذا الشيء صدمني صراحة. كنت علي بعمارة 49 ذاك الوقت، فبديت أرمي على الأمريكان ولفت الذخيرة عندي لفتت ما عندي وما أقدر أنزل ولا أقدر يجرون جماعتي يوصلوا لي يجيبوا لي ذخيرة. فبديت بذاك المكان محصور لمدة 4 ساعات. والله هي كل يعني بيجي مواقف قتال وكلها مخاطر، بس يعني موقف وحيد قوي يعني انه شارع حيفا جانا امر انه الامريكان حيجون، طلعنا بشارع حيفا وقفنا قتلنا يعني يم الدماغ مال العماير مال حيفا، فكلتنا يعني متحضرين انه حيجي الرتل. بل اثناء تفاجئنا انه اكو رتل ثاني من الصفحة الثانية جانا، فانحصرنا احنا بالنص بحيث ما قدرنا يعني لنضرب هذا الرتل ولا نضرب هذا الرتل، إلى أن ضربوهم من منطقة ثانية راحوا عليهم. يلا قدرنا إحنا نطلع من هذا الموقف. مرة من الأيام أنا كنت بأكو منطقة اسمها شارع الشيخ معروف، دخل الدرع الأمريكي بدون أي لحد ضاربهم لحد هاي، قام يرمون عشوائي على العوائل وعلى المدنيين وعلى هاي. فأني انسحبت دخلت الفرع بلغت جماعتي بمعنه قلتلهم خلنا نطلع عليهم دولة أدوا العوائل أدوا المدنيين قام يضربون عشوائي. فإحنا ما عدنا ذاك الوقت طلعنا عليهم حاملين رمان، بس قمنا نرمي عليهم بالرمان هم عادين شغلوا بالدرع مالتهم ونهزموا. فاليوم أما كنا مرة من الأيام أنا كنت قاعد مقهى اسمها أبو الورود دنيا الظهر دنيا يشرب شاي، نزلوا الأمريكان وياهم دول مترجمين بنات، فدخلوا المقهى صاحوا على جماعة عشت وياهم المترجمة باوعت عليها بيمطي يعني معلومات على المنطقة وعلى شلون يطلعون شلون يتحركون بالمنطقة. هاي اللحظة انضربوا داخل المقهى، انضربوا الأمريكان وانحصرنا احنا ويا الأمريكان داخل المقهى لمدة 4 ساعات. كانت المداهمات في الليل يعني يضربون الأبواب يفجرون الأبواب
يعني هي وبها العوائل كانوا يزرعون عبات بها ويفجروها ويقتحمون المنازل. اذا صار قتال يعني بحيفا او بالمناطق او بالفروع او بالرحماني او بالمناطق الاخرى وينقتلون من عندهم، فتعرف ذيك الساعه تكون على المنطقه يعني جحيم. الامريكان بدون هذا يخلي العبوه بالباب ويفجر الباب ويدخل عليك للباب، فاذا انت متهيئ والله انت قاعد وساتر على عائلتك متهيئ، ماكو لازم يفوت عليك يقتل يذبح يداهم مداهمه غير نظاميه ودمار. والله احنا صراحه لما جبت القواتنا قوات الامن الداخلي البطله وقوات الامن يعني الجيش الباسل قامت تتدخل ويا الجيش الامريكي لمحافظه على العوائل ومحافظه على شبابها وعلى شيوخها من الاعتقالات الامريكيه. كنا نسوي ندوات يعني ندوات مستمره لعوائل المنطقه، يابا احنا جتي القوات الامريكيه يعني القوات العراقيه وقوات الشرطه لامن وسلامه شباب المنطقه واهل المنطقه، فاريدكم ان تتعاونون ويا القوات الجيش مالنا وقوات الشرطه لتعاونكم حتى نطلع القوات الامريكيه من هذه المنطقه وتاخذها القوات العراقيه ورجال امن الشرطه الابطال. فكانت احنا يعني بعض التوجيهات كانت من رجال الامن الداخلي وقوات الحرس الوطني ووجهاء المنطقه، كانوا نقعد يعني اجتماع موحد حتى ويا الامريكان. يا بهاي المنطقه خلت من المجاهدين او ما يعترف بها يعني هم يقولون الارهابيين، فكانت هاي المنطقه كانت منطقه ساخنه، منطقه عاشت ويلات، عاشت معاناه قويه، صار عليها حصار من قبل يعني نقول الحكومه او الامريكان. تعرض شارع حيفا للعديد من الهجمات الامريكيه بغية التخلص من جيوب المقاومة في العاصمة بغداد، وللتخفيف من خسائرهم استعان الأمريكيون بالقوات العراقية حديثة التشكيل لتكوين رأس حربة يتلقى ضربات المقاومة بالنيابة عنهم. فكانوا أصلا أساسا هذا الأمريكان كانوا يسموه شارع الموت. ليش؟ لأن أقوى رتيل يطب من هنا كانوا يضربوه. ممنوع واحد أمريكي أو سيارات الأمريكية كلها يفوت بشارع حيفا ينضرب، يعني بحيث ما فد يوم فات رتل إذا ما مرض أو طلع من عندهم قتيل قتيلين، لازم يطب رتل يطلع من عنده قتيل قتيلين، ما تطلع وين تطلع غلط أي يعني ما بأي مجال. وكل ما يكون يفوتون يعني كانوا بطريقة يعني خايفين إلى درجة بوع عليهم، يعني بين الخوف ذاك وعلى وجههم، لأن كان قتال عنيف عليهم، إحنا كنا نأذيهم. يعني تتصور اللي ما يشوف شكلهم يقول هاي نسوان دي صيحن، من كنا نضرب الأمريكي ونقتل الأمريكي نفرح احنا، يعني من يمنا نهوس ونضحك ونكيف، واللحظة الفرح القوية اللي هي الدرع اللي فجرناه بشارع حيفا. مدرعة بشارع حيفا يم الشقق السكنية العراقية حرقناها ذاك الوقت، وكانوا الجنود الأمريكان بها كلهم ماتوا. طلعت الناس، طلعت أنا في وقتها حتى أصور حدث كان موجود، شفت الناس ملمومة، شفت مدرعات ودبابة محترقة مفجورة، شفت ناس عراقيين مدنيين ملمومين على هذه الدبابة، واحد صاعد فوقها الثاني يهوس، الناس تهوس بانتصار. فأجى الطيار الأمريكي من كانت المدرعة محروقة ضربها صاروخ، مستشهدوا من عندنا كم واحد. قتل في هذه اللحظة ما بين شاب وطفل وشيخ كبير تقريبا بأعداد بالخمسين واحد. إذا انضربوا وراحت من عندهم ضحايا فكان دخلوا حتى علينا كلاب بوليسية، مداهمات عشوائية قوية، تفجير البوب ومداهمات علينا على الشباب. بطحنا بالشارع طلعونا مكتفونا يشدون عيوننا، بعدين حالة استفزازية خلوهم بالشارع ساعتين ثلاثة ونبات عفوهم مكتفين ويروحون،
لحين ما يجون الشرطة أو الحرس يجون يفكوهم ويدخلون ببيوتهم ويقولهم اقعدوا ببيوتكم بعد يطلعون. على الرغم من محدودية الفعل العسكري لمعارك شارع حيفا في حينه، إلا أن السلاح الأقوى كان العبوات الناسفة التي زرعت على جانبي الطريق، والتي أدت إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية وإيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف القوات الأمريكية. شغلة العبوات احنا ما أعرف بها، يعني كانت مجرد نمهي الطريق، انه لان هم كانت ناس مختصة بهذا، كل مجموعة مختصة بشيء. جماعة صنفهم هندسة، هم شغلتهم زرع العبوات، عندهم أماكن مخصصة عندما تنفجر العبوة ما تأذي العوائل والمدنيين، مثلا شارع حيفا على الطريق العام، يعرفون وقت الأمريكان بأي ساعة بأي دقيقة يجون يفجرون عليهم بعيد عن المدنيين والعوائل. وإحنا كنا بس نسهل لهم الأمر فقط، يعني مو شغلتنا إحنا العبوات. والله هي كانوا يضربون، يعني يضربون ضربات قوية كلش، يعني دبابات هنا كانت تنضرب يعني تحترق يعني تنعطب. بعدين هم الأمريكان نفسهم اللي كانوا يداهمونه قاموا يجيبون سلاح للمناطق مالتنا ويطون، يقول لي دافع عن منطقتك، دافع عن منطقتك. على من دافع عن المنطقة؟ انت لا انت مأذيني، شلون انت تقول لي انت دافع عن منطقتك؟ بعد هذول مراوغين، الأمريكان مراوغين. هي الحرب كانت تعني انه جايين ناس يعني يريدون ياخذون بلد، يعني بلدنا او نقول بالاحرى يعني منطقتنا احنا اللي هي منطقتنا هاي القديمه اللي كلها تراث وكلها يعني منطقه يعني مثل ما نقول دبه بغداد اللي هي كانت هاي منطقه الكرخ. فاحنا كشباب كنا نقول يعني اصرينا انه ما يدخلون الامريكان عندنا، فاصرينا انه ما يدخلون وبالفعل خليناهم ما يدخلون. والله من انتهت المعركة هو يعني ارتاحينه، يعني انه الامريكان راحوا ولوا زين، لان كانوا مدينة فرد مرة، يعني كانوا يطبون بلا رحمة، يعني يدوها للمنطقة من كانوا يطبون. احنا خليها يعني من سوينا هذا الشيء، احنا مجاهدين في سبيل الله اولا، وثانيا يعني في سبيل الوطن، لان كانوا الامريكان يعني مؤذين الى درجة كانوا يجون لمناطقنا يأذون المدني، بحيث يعني احنا من يمنا يعني واحد عنده غير ان يكون عراقي يتخذ لازم يسوي كل هاي الشغلات. اليوم عادت الحياة الى طبيعتها في شارع حيفا، الا ان بنيانها وبعد مضي اكثر من عقد من الزمن ما زال يقف شاهدا على ضراوة معركة قتلت البشر والحجر، ويبقى الشارع شاهدا على شراسة من مروا من هنا.